سو بوزينجا برضو كان من جزء من الاشياء اللي دخلنا فيها بعدين لقدام كان هو سوشيال ميديا ماركتنج. بنينا استراتيجيز ماركتنج استراتيجي ثرو سوشيال ميديا للكومبانيز. كنا نبني استراتيجي وبعدين نطبق هذه الاستراتيجي واحنا نعمل فولو اب مع الكاستمرز ثرو السوشيال ميديا اكونتس. اوباما بال 2008 لما كان الانتخابات الامريكيه جمع 55 مليون دولار بدون ما يروح ولا على فند ريزنج ايفنت. السوشيال كامبينز تاعونه على السوشيال ميديا. اي ثينك البزنس عم بيعملوه بالسوشيال ميديا. في اب اسمه فور سكوير وغوالا وجيت جلو، في كتير ابس زي هيك على الايفون على الاندرويد على الموبايلز. بتقدر تعمل تشيكن في البلايس تاعك، فهذه طريقه انك تجيب الفيرتشوال وورد على الفيزيكال بلايس على البزنس تاعك على الكافيه على الاشي زي هيك. فواحد من الاشياء اللي بيعملوها مثلا ستارز اند بوكس بامريكا انهم هلا لما تعمل تشيكن بالفيس بالفور سكوير فور اكزامبل، اكثر واحد بيعمل تشيكن بصير المير تاع المكان. فمثلا هذا الشخص صار مير تاع المكان، ستارز اند بوكس في امريكا بيعملوا عندهم اوفر للمير بيعطوه فري كافي اول ذا داي مثلا. فهذه واحده من الاشياء اللي هي بسموها الجيميفيكيشن، انه اذا جمعت بادج معينه او عملت شيء معين بتربح شيء معين، بسموها جيميفيكيشن بالفيرتشوال. ليش الشركات او المؤسسات او البزنسز لازم يكونوا على السوشيال ميديا؟ لانه زمان كانوا الكاستمرز باسيف، ما كانوا يعملوا يكتبوا عنك، ما كانوا يحكوا عنك، كان بس اللي بده يحكي عنك بس اللي هو التي في وهذا الاشياء. فكان هناك تركيز البزنسز يعملوا اعلانات على التي في وهذا الاشياء. بس هلا كل واحد عنده فيسبوك اكاونت، كل واحد عنده بلوج، كل واحد عنده اكسس لمليونز اوف يوزرز بيقدر يقراوا شو كتب. مزبوط. سو اذا انت رحت استخدمت ما بعرف اتش بي لابتوب ومش نافع، تكتب عنه والناس بيقراوا عنه، بطلوا يشتروا اتش بي. انت اونلاين على الفيسبوك ولا لا؟ الناس اوريدي بيحكوا عنك على الفيسبوك. سو واي نوت انه تروحي تو جوين ذيم وتيك كنترول اوفر ات. سو بما انها اتس هابينج، سو تيك كنترول. مش معناه انه تحذف كل الكومنتس مثلا عن الفيسبوك بيج تاعتك اذا الناس انتقدوك، او تسكر الكومنتس او whatever tools ممكن تستخدمها عشان تمنع الناس يحكوا عنك اونلاين. لا، تيك كنترول معناها هنا انه تو فولو اب وذ ذم، تشوف شو مشكلتهم، شو المشكله معك. فيا قديه الفولو اب تاعك مع الكاستمر راح ياثر على ناس تانيين حتى مش بس هو. اللي هي الفيراليتي اند ريتش. الفيرال كلمه كثير انتشرت هذه الايام، اللي هي انه تو جو فايرال، انه توصلها لكثير ناس بوقت كثير قصير. كثير ميوزيشنز صاروا يطلعوا جديد، ما فيش حدا كان يسمع عنهم، ناس عاديين بس غنوا اغنيه صاروا شايفينها 50 مليون على اليوتيوب. فذس ونت فايرال خلال يومين او ثلاث. فعندهم الباور. اي بزنس هلا عنده باور يعمل هذا الشيء مهما كان صغير او كبير، بس بده الفكره المضبوطه.